العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه الذي نقله. وما زلنا في قضاء الفوائد، ووقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز له النفل إلا السنن وشفعا وفجرا، فلا يصلي النوافل، لأن العلماء يقولون إيه؟ يعني لا يجوز لصاحب الدين أن يتصدق، يعني يؤدي الدين الواجب عليه ثم يتصدق بعد ذلك. حتى في الحديث طبعا القدسي في البخاري، حديث سيدنا أبي هريرة، يقول الله عز وجل فيما يرويه عنه صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا قدم الإيه؟ الفرائض على النوافل، فالفرائض تجعلك مقربا عند الله تعالى، والنوافل تجعلك محبوبا عند الله. وفي وصايا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، لن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ما يبقاش عليك فرائض وأنت تؤدي النوافل. الشيخ صاحب الحكم بن عطية الله السكندري قال إيه؟ من علامات اتباع الهوى، من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى أداء نوافل الخيرات والتكاسل عند أداء الفرائض. دي من علامات اتباع الهوى. واحد يقول لك أنا أحب أن أصلي القيام، طب ما لو صليت القيام 20 ركعة لو صليت مكانهم يوما كان أفضل كثير. طبعا مفيش مقارنة بين النوافل والفرائض. من هذا دين عليك، هل تضمن أن تعيش الغد؟ لأنه أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي إيه؟ الصلاة. فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمل، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمل. أمر خطير يعني مش سهل. يبقى لابد ان يعني تلقى الله تعالى وفرائضك ايه؟ كامله غير منقصه. بعد كده حكم الترتيب، ترتيب الفوائد، ترتيب الفوائد. فهناك ترتيب الفوائد في انفسها، يعني الفرائض المتروكة مع بعضها، وترتيب الفوائد مع الصلاة الحاضرة، صلاة اليوم. يبقى الترتيب نوعان. يقول: ويجب مع ذكر، أي تذكر، ولو في أثناء الثانية، ترتيب صلاتين حاضرتين مشتركتي الوقت، وهما الظهران والعشاءان، وجوبا شرطا يلزم من عدمه العدم، ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت الضروري، فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختصت به،
فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائد. فمن صلى العصر في وقتها الاختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر أو طرأ عليه التذكر في أثناء العصر فالعصر باطلة، وكذلك العشاء مع المغرب، لأن ترتيب الحاضرتين واجب شرط، شرط في صحة الصلاة. فإن تذكر بعد سلامه من الثانية صحت وأعادها بوقت بعد الأولى. فقول صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه التي هو فيها، معناه إن كانتا حاضرتين لا مطلقا. يبقى احنا عندنا ترتيب واجب شرط في صحة الصلاة في المشتركتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، مشتركتان في الوقت، في الوقت ايه؟ الضروري، لأنه ضروري الظهر هو ضروري العصر، يعني من عند اصفرار الشمس يبدأ الضروري للعصر، وهو في نفس الوقت ضروري الظهر. هذا معنى الاشتراك. فترتيب الظهر مع العصر، يعني إن لو عندنا واحد صلى العصر ثم تذكر أنه عليه الظهر يبقى يصلي الظهر ويعيد العصر مرة أخرى. سواء يعني تذكر وهو يصلي أو دخل الصلاة وهو عارف أنه عليه الظهر. وأدي معنى من تذكر صلاة في صلاة فسد عليه الذي هو فيه. طيب لو واحد إمام وهو بيصلي الظهر العصر بالناس تذكر أن عليه الظهر، ماذا يصنع؟ يقطع الصلاة ويقطع من خلفه، ما يستخلفش. ليه؟ لأن الصلاة باطلة. فالباطل إذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم. خلي بالك من المسألة. واحد مثلا برضو بيصلي العشاء بالناس تذكر إنه إيه؟ عليه صلاة المغرب. هو يبقى يعمل إيه؟ السلام عليكم، السلام عليكم. ويقيم الصلاة من تاني ويقدم واحد من الذين صلوا إيه؟ المغرب. خلي بالكم ده رأي جمهور العلماء، رأي جمهور العلماء. الإمام الشافعي فقط هو الذي قال الترتيب سنة، الترتيب بين المشركتين سنة. فعند الإمام الشافعي الصلاة صحيحة والإعادة برضو أفضل أو مستحبة، يعني يصلي بعد السلام يصلي الظهر ويعيد العصر استحبابا، ولو ما صلاش العصر صلاته ايه؟ صحيحه. لكن على راي الجمهور الصلاه باطله. وطبعا الدليل على هذا اللي هو ايه؟ حديث الخندق، سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال يعني شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يوم الخندق، عن أربع صلوات شغله العدو فدعا عليه، فأمر سيدنا بلالا أن يؤذن للظهر وأن يؤذن للعصر وأن يؤذن للمغرب وأن يؤذن للعشاء، وصلى الصلوات كما ذكرنا الحديث في أول الكلام. فقالوا العلماء هنا رتب صلى الله عليه وسلم، رتب، قال لو لم يكن الترتيب واجبا
يعني ما أمر سيدنا رسول الله دلالا أن يؤذن لكل وقت من الأوقات وأن يقيم مع الترتيب، بدأ بالظهر وانتهى بالعشاء. خلي بالك فالجمهور على وجوب الترتيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث طبعا موجود فين؟ في الصحيحين، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي الصلوات في أوقاتها ولا يقدم وقتا على وقت، حتى في القضاء، حتى في القضاء. طبعا حديث سيدنا عمر رضي الله عنه موظف كان في يوم ثاني في الايه؟ في الخندق. لأن هنا يعني سيدنا عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخندق وقال والله يا رسول الله ما شعرت إلا أني لم أصلي العصر. قال وأنا والله ما صليتها. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. ليه؟ لأنه كادت الشمس تغرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ايه؟ صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. فقالوا لو لم يكن الترتيب واجبا ما صلى صلى الله عليه وسلم العصر حتى يعني غربت الشمس وفات وقت الايه؟ المغرب، ثم صلى المغرب بعد ايه؟ ان انتهى من صلاة العصر. ده برضو دليل الجمهور على وجوب ترتيب الايه؟ الحاضرة مع يسير الفوائد. يسير الفوائد الاقل من ايه؟ من خمسة. الاقل من خمسة. حديث جابر بن عبد الله ان عمر رضي الله عنه شغل يوم الخندق وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم والله انا ما صليت صلى الله عليه وسلم. فتوضا، قال وتوضانا فصلى العصر بعدما غربت الشمس، يعني لم يصلي المغرب، لا، انما صلى ايه؟ العصر ثم صلى ايه؟ المغرب، وصلينا بعدها المغرب. الحديث في الصحيح. قال فلو كان الترتيب مستحبا لاجله صلى الله عليه وسلم، يعني اجل صلاه العصر بعد المغرب، كان صلى المغرب التي حضر وقتها، لكن لا، صلى العصر ثم صلى ايه؟ المغرب بعدها. الأدلة دي مهمة جدا علشان يعني الإنسان ياخد باله من الكلام. وحديث الأربع صلوات ظهر في يوم تاني في الخندق صلاها مرتبة صلى الله عليه وسلم، لم يقدم شيئا على شيء، يعني ما قدمش المغرب والعشاء مثلا على الظهر والعصر، وانما رتب صلى الله عليه وسلم. كل ده يدل على وجوب الترتيب. يعني وحديث سيدنا عبد الله بن عمر وارد برضه، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، موقوف او مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام، يعني هل من كلام سيدنا عبد الله بن عمر في الموقع او من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من نسي صلاه فلم يذكرها الا وهو مع الامام، يعني الا وهو مع الامام فليتم صلاته، يعني وراء ايه؟ الامام. فاذا فرغ منها فليصلي التي نسي ثم ليعد التي صلاها معه، ثم ليعد التي صلاها معه. لأن في بعض الناس
يدخلون فيجدون الإمام يصلي مثلا العصر، فتلاقيه هو هنا في خلف المسجد يقيم الصلاة ويصلي الظهر والإمام يصلي العصر. هذا حرام، محاربة للإمام. لأن في حديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني يحرم من الإنسان يصلي فرضا أو نفلا. وكل ده يعني بيقع في الخطأ ده ليه؟ علشان ما يصليش مثلا العصر وبعدين يصلي الظهر وبعدين يعيد العصر. يعني عايز توفر 4 ركعات، سبحان الله العظيم. ما انت مأجور، الذي تفعله انت مأجور به. يعني صليت العصر مع الإمام امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. امتثلت الأمر. ثم علشان وجوب الترتيب صليت الظهر ثم أعدت العصر مرة أخرى. فيعني تكتب لك فريضة والزائدة تكتب لك نافلة. لست خسرانا يعني، لكن يأثم. بس مش عندنا في المالكية بالذات، عند الإمام مالك لا يجوز يعني صلاة الظهر خلف العصر، لا يجوز صلاة الظهر خلف العصر. يعني عندنا وعند الحنفية كذلك لابد من توافق الإمام مع المأموم أو المأموم مع الإمام في صفة الصلاة وذات الصلاة وزمن الصلاة كما سيأتي. ولا صلاة العشاء مع القيام يعني. أنا بنقوله يعني هو، لكن في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والعامة لا مذهب لهم، عامة الناس لا مذهب لهم، يجوز لهم أن يقلدوا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، فيصلي الظهر خلف العصر، لكن ما يصليش المغرب خلف العشاء. الإمام الشافعي اشترط أن تكون الصلاة المقتدى فيها إما مثلها وإما أقل منها، بحيث أن لما يسلم الإمام يقوم يكمل. يعني ممكن يصلي المغرب خلف الصبح على أساس أنه يسلم ويقوم يجيب ركعة، لكن لما يصلي المغرب خلف العشاء كيف؟ يصلي 3 ويجلس، حرام، باطل الصلاة حتى عند الإمام الشافعي لا تصلح. يعني اشترط هذا، إما تكون صلاة مماثلة 4 خلف 4 أو 2 خلف 2 أو 3 خلف 2 أو 4 خلف 2. يعني في مذهب الإمام الشافعي لو واحد دخل في صلاة القيام فنوى العشاء خلف 2 ركعات، يبقى لما يسلم الإمام يقوم يجيب 2 ركعات سرا تكملة العشاء. هذا جائز عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وفيه فسحة للناس. بس العلماء يقولون لا بد في التقليد من العلم، يعني ما تدخلش انت وتقول احنا هنصلي وما نفعلش هنا تنفع هنا بالبركه والقبول على الله. لا بد من العلم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى السؤال قبل العمل مش السؤال بعد العمل. لا، يعني الله تعالى لا يتقرب اليه بالجهل ولا بما يوافق العقل، لا، إنما يتقرب إليه بالشرع المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يفهم المسألة دي، فيجوز أن يقلد مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، اللي هو جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام.
يبقى إذا الترتيب بين المغرب والعشاء والظهر والعصر عند الإمام مالك رضي الله عنه واجب شرط في صحة الصلاة. ثم قال في ترتيب الفوائد في أنفسها، قال ويجب ترتيب الفوائد في أنفسها قلت أو كثرت ترتيبا غير شرط، فيقدم الظهر على العصر وهي يعني العصر على المغرب وهي على العشاء وهكذا وجوبا. يعني واحد عليه خمس صلوات أو عليه صلاتان أو ثلاث، يبقى يجب عليه أن يرتب، يعني عليه الصبح والظهر والعصر، فجاء هو راح يصلي مثلا الظهر والعصر وبعدين جاب الصبح، يبقى لم يرتب، حكم الصلاة صحيح مع الإثم، مع الإثم إن تعمد فهو آثم. أما إذا كان ناسيا يعني صلى الظهر والعصر وكان ناسيا للصبح صلاته إيه؟ صحيح، يبقى يصلي الصبح ويعيد الإيه؟ الظهر والعصر، لكن إن لم يعد الصلاة صحيحة لأن الصبح مش مشترك مع الظهر والعصر. فإن نكس صح وأثم إن تعمد، لكن إن نسي رفع عامة الخطأ والنسيان كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ولا يعيد المنكس. ماشي. قلنا الدليل على وجوب ترتيب الفوائد حديث الخنة لما فاتت وصلى أربع صلوات فصلاها مرتبة، ويجب ترتيبها، ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة، الحاضرة اللي هي صلاة اليوم، هذه معنى كلمة الحاضرة، فيجب تقديم يسير الفوائد على الحاضرة، كمان عليه المغرب والعشاء مع الصبح، استيقظ فنام قبل غروب الشمس، فاستيقظ عند طلوع الفجر، فيصلي المغرب والعشاء ثم يصلي الصبح مع الإمام. قال حتى وإن خرج وقت الصبح، أي الحاضر، كما فعل صلى الله عليه وسلم حين صلى العصر مع خروج وقت المغرب، ده الدليل. وإن خرج وقتها أي الحاضرة بتقديم يسير الفوائد عليها، يعني هيصلي المغرب والعشاء ولو طلع الفجر ولو طلعت الشمس، هيقدم المغرب والعشاء على الصبح ولو خرج وقته، كما قدم صلى الله عليه وسلم العصر مع خروج وقت المغرب، لأن الشمس كانت غربت، الوقت اللي صلى فيه العصر ده النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق كان وقت المغرب، لكنه صلى صلى العصر. هذا اللي خلى العلماء قال ويجب ترتيب يسيرها أي فوائد مع حاضرة، وإن خرج وقتها أي وقت الحاضر. كذلك عليه الظهر والعصر، هو نايم استيقظ في أذان المغرب، يبقى ماذا يصنع؟ يبقى هيتوضأ ويصلي الظهر والعصر ثم يصلي المغرب حتى وإن خرج وقت المغرب.
شوف خلي بالك احنا مع التفصيل بتاع الملكية ترتيب المشتركتين واجب شرط في صحة الصلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ترتيب الفوائد في نفسها واجب شرط لكن واجب غير شرط في صحة الصلاة، فلو خالف صح وأثم إن تعمد، وإذا نسي فلا إثم عليه. وترتيب اليسير الفوائد مع الصلاة الحاضرة وقتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مع الصلاة صلاة اليوم، فيجب ترتيبها مع الحاضرة ولو فات وقت الحاضرة. ويسير الفوائد أشار الشيخ قال وهي خمس، يعني يسير الفوائد خمس فأقل، يعني صلاة يوم فأقل، وقيل أربع فأقل، فالأربع صلوات يسير الفوائد اتفاقا، والست كثير اتفاقا، والخمس مختلف فيها، قيل كثيرة وقيل قليلة. قال فإن قدم الحاضرة على يسير الفوائد صحت وأثم إن تعمد. يعني عليه مثلا مغرب وعشاء وهيصلي الصبح، الأصل إنه يصلي المغرب والعشاء ثم الصبح، لا هو راح يصلي الصبح مثلا مع الإمام وصلى المغرب والعشاء بعد إيه؟ بعد الصبح. قال أثم صحت مع الإثم. ويستحب أن يعيد الحاضرة، وعاد الحاضرة ندا إن خالف وقدم الحاضرة على اليسير ولو عمد لوقت ضروري، يعني ما دام الوقت الضروري باقي، يعني الصبح مثلا ما طلعتش الشمس، لكن لو طلعت الشمس خلاص يبقى ما يعيدش الصبح، أي بوقتها ولو الضروري وهو في الظهرين لنصف راعي. قال لا مأمومه الذي صلى خلفه الحاضر فلا يعيده، يعني إمام صلى المغرب وكان عليه الظهر والعصر، طبعا بالنسبة للإمام الصلاة إيه صحيحة لأن الظهر والعصر مش مشترك مع المغرب، لكن المغرب بالذات لا تعاد، المغرب بالذات لا تعاد. ليه؟ لأنه حتى لا تصير مع الأولى شفعا، لأن لما يعيدها يبقوا ستة، لكن دي وتر اليوم، صلاة المغرب دي وتر الفرائض زي ما صلاة الوتر وتر النوافل. شوف عشان إن الله وتر يحب الوتر، فجعل صلاة الوتر توتر صلوات النوافل، وجعل المغرب يوتر الفرائض. سبحان الله، قل هو الله احد سبحانه وتعالى، الفرد الصمد. فهنا امام مثلا صلى الصبح بالناس وعليه الظهر المغرب والعشاء، وتعمد صلاه الصبح مع بالناس وعليه المغرب والعشاء، يبقى بعد ما يسلم يصلي المغرب والعشاء ويعيد الصبح ندبا ما دام الشمس ما طلعتش. لكن هل المأمومون يعيد الصبح ولا لا؟ طبعا لا، لأن المأمومين صلاتهم مرتبة، من صلى المغرب والعشاء والصبح، لكن الإمام هو اللي عنده الإشكال يبقى يعيد واحدة. قال لا مأمومه الذي صلى خلفه الحضرة فلا يعيدها. قال وقيل يعيدها كإمامه لتعدي خلل صلاة إمام لصلاة، ولكن الأول أرجح إن المأموم لا إعادة عليه، الراجح أن المأموم لا إعادة عليه.
بطلت عليه لو ايه احنا قلنا في العصر، لو الامام بيصلي العصر وتذكر انه عليه الزور ده يقطع ويقطع المأموم ويقدم واحد غيره، لكن دي غير مشتركه. الصبح مع المغرب والعشاء، الصبح مع العشاء غير مشترك، زي ليه المغرب مع العصر غير مشترك. قال وان ذكر المصلي وان ذكر اليسير في فرض قطع فز وامام ومامومه وشفع ندبا ان ركع ولو صبحا وجمعه وكمل المغرب ان ذكر بعد ركعتين كغيرها بعد ثلاث واعاد كماموم مطلقا. وان ذكر المصلي اليسير من الفوائد، يعني ذكر واحد يصلي كان إمام أو مأموم أو منفرد وهو يصلي الفرض حتى ولو كان يصلي الصبح أو يصلي الجمعة، المنفرد والإمام والمأموم قطع الفز صلاته وقطع الإمام وجوبا فيهما وقطع مأمومه تبعا له، ولا يجوز له إتمام بنفسه ولا باستخلاف، ويقطع من ذكر بسلام لأنها منعقدة، يعني يقول السلام عليكم السلام عليكم. متى تذكر، سواء تذكر قبل ركوعه أو في الركوع أو بعده، إذا لم يتم ركعة بسجدتين، يعني مثلا في أول ركعة الإمام تذكر أن عليه صلاة أو صلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على الرأي الليل الثاني، إن كان إمام أو مأموم أو منفرد قال يقطع، إذا كان في الركعة الأولى يقطع، في الركعة الثانية يبقى يكملها شفع كأنه هيصلي نافلة ويسلم عن شفع من ركعتين. يعني إن كان إمام لا يتم ولا يستخلف وإنما يقطع، الركعة الأولى يقطع بسلام السلام عليكم السلام عليكم، لكن إذا ركع ورفع يبقى يكمل الركعة الثانية ويسلم اتشهد، يعني يسلم الركعتين، يقولوا خرج عن شفعه بدل ما يسلم من غير إتمام، لا يكمل ركعتين ويسلم. وشفع ندبا إن ركع، أي يندب له إذا تم ركعة بسجدتيها أن يضيف لها أخرى بنية النفل ويخرج عن شفع، ولو كانت الصلاة التي هو فيها صبحا، يعني صلاة الصبح، ولا يقال يلزم عليه التنفل قبل الصبح لأننا نقول هذا أمر جر إليه الحكم الشرعي لا مدخول عليه، يعني هو التنفل هنا لم يقصد وإنما هو دخل بنية الصبح، لكن تذكر أن عليه العشاء يبقى هنا يكمل، إن كان جاب ركعة يكمل الركعة الثانية ويسلم بنية النافلة. يقول طب هنا يكره التنفل بعد طلوع الفجر، يقول هذا أمر تحتم عليه ولم يدخل هو من أجل النافلة، إنما هو يصلي فريضة. قال وجمعة حتى ولو كان في جمعة، قال ولا يكون القطع فيها إلا من الإمام بالنسبة للجمعة، لأن المأموم لو تذكر وهو يصلي الجمعة أن عليه المغرب أو العشاء لا يقطع، ليه ما يقطعش؟ لأنه ملهاش بدل عنده،
لو قطع يصليها ايه؟ ظهرا. ولذلك المأموم في الجمعة لا يقطع لأنه ملهاش بدل. فإن ذكر بعد تمام ركعتين وقبل تمام الثالثة بسجدتيها رجع للتشهد. يعني قام للثالثة يبقى يجلس للتشهد ويسلم وخرج عن شفع. إلا في المغرب طبعا قام في المغرب للثالثة يبقى دي آخر ركعة. ما قارب الشيء يعطى حكمه كما يقولون. وكمل المغرب بنية الفريضة وجوبا إن ذكر بعد تمام ركعتين منها، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه كغيرها، أي كما يكمل غير المغرب وجوبا إن ذكر ليأتيه بعد تمام ثلاث من الركعات. يعني صلى ثلاث ركعات من الايه؟ من الظهر أو العصر أو العشاء وقام للرابعة، يبقى يكمل الرابعة ويبقى كده ايه؟ يكمل الفريضة. والمراد بغيرها الرباعية، فلا يشمل الصبح والجمعة كما هو ظاهر. فعلم أنه إن ذكر اليسير بعد ركعة خرج عن شفع، وبعد ركعتين يكمل المغرب لأنه اقتربت من النهاية. وأولى الصبح والجمعة، إذا تذكر بعد ركعتين يسلم وصلاته إيه؟ صحيحة. وخرج عن شفع عن ركعتين في الرباعية، وبعد ثلاث كمل الرباعية وأولى طبعا المغرب. طيب، وإذا أكمل الصلاة على هذه الحالة وهو متذكر أن عليه صلاة، أعاد نبا ما أمر بتكميله بوقت ضروري بعد إتيانه بيسير الفوائد، كمأموم تذكر اليسير خلف الإمام فإنه يكمل صلاته الحاضرة مع الإمام وجوبا لأنه من مساجين الإمام، ثم يعيد نبا بوقت ضروري بعد إتيانه باليسير مطلقا عقد ركعة مع إمامه أم لا. يعني الإمام حكمه أنه هو إذا كان في أول ركعة يقطع إذا تذكر عليه وقت أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا كان مأموم وتذكر برضه في أول ركعة يقطع إلا الجمعة ما يقطعش. وفي الركعة الثانية إذا كان في الرباعية يبقى يسلم من ركعتين، إذا كان في الثالثة في الرباعية يبقى يجلس ويتشهد ويسلم، لكن قام للرابعة يكمل يكمل الفريضة. في المغرب قام للثالثة يكمل المغرب ثلاثة. طيب وبعدين بعد السلام يصلي الصلوات اللي عليه، ممكن واحدة اثنين ثلاثة أربعة، ويعيد الصلاة اللي سلم منها حتى وإن كملها يعيدها ندبا برضه، يعيدها ندبا. كل ده من أجل الترتيب. لكن المأموم اللي يتذكر أنه عليه صلوات واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ده مسجون الإمام ما يقطعش ويمشي، لا يبقى يقطع المنفرد والإمام، لكن المأموم ده يعتبر إيه؟ مسجون. ثم يصلي الصلوات اللي عليه ويعيد الصلاة دي عشان يرتبها مع الصلوات الفائتة. بل أما إن ذكر اليسير في صلاة نفل، هو بيصلي ركعتين نفل، دخل بيصلي تحية المسجد، فتذكر إنه عليه صلاة، يعني عليه الصبح، عليه الظهر، عليه المغرب، عليه أي وقت، قال النفل ما يقطعش، قال لوجوبه بالشروع فيه ولا يعوض،
يعني مش يعيد النفل تاني، لا، وإنما يكمل النفل ثم يصلي الفريضة، بس إلا إذا خاف خروج الوقت، خروج الوقت يعني غروب الشمس مثلا أو طلوع الشمس أو طلوع الفجر. إلا إذا خاف خروج الوقت لحاضرة عليه ولم يعقد ركوعا من النفل، أي لم يأتي بركعة بسجدتين. إذا خاف خروجه خروج الوقت ولم يعقد ركعة قطع وصلى الفرض، لكن إن عقد ركعة كمل الثانية حتى ولو خرج وقت الحاضر. ده كله على سبيل الفرض، لأنه محدش طبعا هيصلي مثلا قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس أو طلوع الشمس، محدش هيتنفل يعني. لكن ممكن واحد مثلا ينسى ويدخل في النافل، ثم الشيخ بعد كده يتكلم عن ما تبرأ به الذمة في قضاء الفوائد. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويرزقنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.